ليست سيول أمطار بل مياه صرف صحي. بات هذا المشهد مألوفا لسكان هذه المنطقة التابعة لمدينة الواط بمديرية تبان بمحافظة لحج، حيث يعيش وضعا صعبا في ظل انتشار توسع هذه المياه في الشوارع ومحاصرة المنازل. عاني من مشكلة من المقاري لي ثمانية أيام. المنهال هذا فتك يجي من عند المستشفى حق البلاد كامل، فهمت؟ ويجي ثاني لما عند المنهال حقي قدام بيوتي وبيوت الجيران عندي، منهم بيجي مننا ستة يدخل داخل بيوتنا ويدخل داخل الحواش حقنا، ما حد استقابلنا، لا مأمون ولا 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 شرطة ولا مشايخ ولا من حصل. أقول لك تروح أقول لك أنا مش وصل لك، مش عاد حكومة، مش عاد شو نصلح يا أخي. أكثر من 18,000 نسمة باتت مياه صرف الصحي تهدد حياتهم هنا جنوب المدينة، على الرغم من الجهود والمحاولات من قبل السكان في إيجاد حلول لها، لكنها تبقى حلولا محدودة وآنية لا تتناسب مع حجم المشكلة. يعني بيجي الرجال رابع مرة هذه يعني قبلها، وحنا نقول ما نصلح وعمى. مشروع تصريف مياه صرف الصحي الذي يعد ثاني أكبر مشروع في المحافظة والذي بدأ العمل فيه قبل عقد ونصف، وهي الفترة التي يفترض أن تكون كافية لإنهاء معاناة السكان، لكنه لم يرى النور حتى اللحظة، بينما تشير بعض المعلومات إلى أن الجهات المسؤولة عن المشروع رفضت استلامه وتشغيله دون إبداء أي مبررات. المطلوب توصيل شبكة المقاري بالأحواض وربطها بشكل رسمي، ووجود جهة رسمية لإدارة هذا المشروع. إلى حد الآن لم لا توجد أي جهة رسمية لإستلام المشروع أو إدارته. اللهم قائمة الجمعية أبناء الوهط أو لجنة مجتمعية كعمل طوعي أو عمل فردي تقوم بتنفيذ هذا المشروع. بقاء الوضع على هذا الحال ينذر بكارثة بيئية وصحية وشيكة على المواطنين في ظل مخاوف من انتشار الأوبئة والأمراض في منطقة تكتظ بالسكان. مختار شعت، القناة بلقيس، محافظة لحج.